اهلا بكم اعزائي الى رواد الافاق البرنامج العربي لادب الرحله رحلتنا اليوم ايضا مع غزه هاشم كما وصفها الرحاله والجغرافيون العرب والمسلمون في مصنفاتهم الكثيره من القرن العاشر الميلادي الى القرن العشرين ومن هؤلاء رحاله مؤرخون وطالبو علم ورحاله شعراء وادباء وجغرافيون هي عروس الشام وبوابتها مرقد هاشم جد الرسول عليه الصلاه والسلام وماسر عمر بن الخطاب في الجاهليه ومسقط راس الامام الشافعي بوابه الشام على مصر وجسر مصر الى الشام المدينه الكنعانيه والمدينه الاسلاميه والدره الفلسطينيه المقاومه الغزاه عبر التاريخ فتحها معاوية بن أبي سفيان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفاها معجزا أنها مولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد بها سنة خمسين ومائة أنه كان يجعل الليل أثلاثا ثلثا لتحصيل العلم وثلثا للعبادة وثلثا للنوم وقال الربيع كان يختم في رمضان ستين ختمة وكل ذلك في الصلاة وحكي أن عامل اليمن كتب إلى الرشيد أن ها هنا شابا قرشيا يميل إلى العلوية ويتعصب فكتب الرشيد إليه بعثه إلي تحت الاستظهار فحمل إلى الرشيد وحدث الفضل بن الربيع وقال أمرني الرشيد بإحضار الشافعي وكان غاضبا عليه فأحضرته فدخل عليه وهو يقرأ شيئا فلما رآه اكرمه وامر له بعشره الاف درهم فدخل خائفا وخرج امنا فقلت يا ابا عبد الله اخبرني بما كنت تقرا عند دخولك فقال انها كلمات حدثني بها انس بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قراها يوم الاحزاب فقلت اذكرها لي فذكرها له وقال وقد جربت هذه الكلمات لا يقولها خائف الا امنه الله تعالى وكان الرشيد يقربه ويكرمه لما عرف فضله وغزاره علمه. قال محمد بن المنصور: قرات في كتاب طاهر بن محمد النيسابوري بخط الشافعي ان امرئا وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موفق. الجد يدني كل شيء شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق قال الميزاني دخلت على الشافعي في مرض موته فقلت له كيف أصبحت قال اصبحت في الدنيا راحلا ولاخواني مفارقا ولكاس المنيه شاربا ولسوء اعمالي ملاقيا وعلى الله واردا فلا ادري اصير الى الجنه فاهنيها ام الى النار فاعزيها ثم بكى وانشا يقول ولما قسى قلبي وضاقت مسامعي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفوا عن الذنب لم تزل بجودك تعفو منة وتكرما ذهب الشافعي إلى جوار الحق سنة مائتين وأربع عن أربع وخمسين سنة وعن غزة قال ابن شداد مؤرخ السلطان صلاح الدين الايوبي من القرن الثاني عشر الميلادي في الاعلاق الخطيره غزه وتعرف بغزه هاشم وهي نجز مرتفع على البحر ويذكر احتلالها من قبل الصليبيين وفتحها على يد المسلمين يقول ابن شداد طولها 64 درجه و50 دقيقه وعرضها 31 درجه وثلاثون دقيقه طالعها الثور صاحب ساعه بنائها المشتري ولما فتحت عسقلان فتحت بغير قتال في تاريخها ولم تزل في يد صلاح الدين ثم من بعده في يد العزيز وفي ايامه اغارت الفرنج عليها وعلى الداروم فامر بخراب قلعه الداروم ولم تزل غزه في يده ثم في يد الافضل اخيه، ثم في يد عمه الملك العادل، ثم في يد ولده الملك المعظم، ثم صارت في يد الملك الكامل الى ان مات فتغلب عليها الملك الناصر ابن الملك المعظم وولى فيها. وما زالت في يده الى ان كانت بينه وبين الملك الجواد حرب استظهر عليه فيها الملك الجواد فاستولى على غزة وولى فيها من قبله. ثم خرج عسكر الفرنج فاستولوا على غزه فاخرج اليهم الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن الملك الكامل صاحب مصر عسكرا فدفعهم عنها وكسرهم واعادها للملك الناصر وبقيت في يده الى ان ملك الملك الصالح نجم الدين ايوب بن الملك الكامل فولى فيها من قبله واستمرت في يده الى ان مات فصارت الى ولده الملك المعظم الى ان قتل. وملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد صاحب حلب ودمشق واستولى عليها فيما استولى عليه من بلاد الشام وما زالت بيده الى ان نزل عنها مع القدس للملك المعز عز الدين ايبك التركي صاحب مصر. وبقيت في يده الى ان خرجت البحريه من مصر عند قتل الفارس اقطاي التركي فاسترجعها الملك الناصر واقطعها لجماعه منهم. وما زالت في يد الملك الناصر صلاح الدين الى ان صارت البحريه الى الملك المغيث صاحب الكرك. صارت دولا بين الملك المغيث وبين الملك الناصر الى ان استبد بها الملك الناصر في سنه 57 و600 وبقيت في يده الى ان خرج اخوه الملك الظاهر من دمشق منابذا له واستولى عليها لما استولى على نابلس. ثم انقرضت دوله الملك الناصر في هذه السنه عند استيلاء التتر على البلاد فلم يدر بعد فيها ديار الى ان كسر الملك المظفر سيف الدين قطز المعز التركي صاحب مصر التتر على عين جالوت واسترجع البلاد فتراجع اليها اهلها وعمرت. وفي عصرنا الذي وضعنا فيه هذا الكتاب اي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي الخامس الهجري فيها نواب مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين ببرس الصالحي خلد الله ملكه وجعل الارض باسرها ملكه. وقال جمال الدين الوطواط في كتابه مناهج الفكر ومباهج العبر ويقصد جند فلسطين من البلاد الساحليه مما يلي عكا ارسوف وقيساريا ويافا وعسقلان وغزه وتعرف بغزه هاشم. اما الرحاله والجغرافي الدمشقي شيخ الربوه فقد قسم الشام الى ثمانيه ممالك اخرها مملكه غزه فقال في كتابه الشهير نخبه الدهر في عجائب البر والبحر والقسم الثامن مملكة غزة وتعرف قديما بغزة هاشم وهي مدينة كثيرة الشجر كصماط مبدود لجيش الإسلام في أبواب الرمل ولكل صادر ووارد إلى الديار المصرية والشامية ومن مدنها الساحلية عسقلان مدينة عظيمة كانت للإفرنج وأخربها المسلمون ويافا وقيساريا وأرسوف والداروم والعريش ومن أعمالها البرية من المدن قدس أي القدس وحويرق والخلصة الخالصة والخلوص والسبع والمدرة ومن أعمالها المتوسطة بين الجبل والساحل تل حمار وتل الصافية وبيت جبرائيل ومدينة الخليل عليه السلام وبيت المقدس وكل واحد من هؤلاء عليها نائب ولها أعمال كثيرة وفي تقويم البلدان قال أبو الفداء قد اختلف في طول غزة والأقوى إنه ست وخمسون على ما ذكره صاحب كتاب الأطوال قال ابن حوقل وهي بلدة متوسطة في العظم ذات بساتين على ساحل البحر وبها نخيل وكروم خصبة وبينها وبين البحر اكوام رمال تلي البساتين ولها قلعه صغيره وقال ابن الوردي في خريده العجائب وفريده الغرائب ارض الشام وهو اقليم عظيم كثير الخيرات جسيم البركات ذو بساتين وجنات وغياض وروضات وفرج ومتنزهات وفواكه مختلفه رخيصه وبها اللحوم كثيره الا انها كثيره الامطار والثلوج وهو يشتمل على ثلاثين قلعه وليس فيها امنع من قلعه الكرك واقليم الشام يشتمل على مثل كوره فلسطين وكوره عمداش بيتا وكوره يافا وكوره قيساريا وكوره طرابلس وكوره سبيطه وكورة عسقلان وكورة حطين وكورة غزة وكورة بيت جبريل وفي جنوبه فحص التيه وكورة الشوبك وكورة الاردن وكورة السابية وكورة غانا وناصرة وكورة صور. قال: والشام خمس شامات هكذا قرر في كتاب العقد الفريد. فالشام الاولى غزة والرملة وفلسطين وعسقلان وبيت المقدس ومدينتها الكبرى فلسطين والشام الثانيه الاردن وطبريه والغور واليرموك وبيسان ومدينتها الكبرى طبريه والشام الثالثه الغوطه ودمشق وسواحلها ومدينتها الكبرى دمشق والرابعه حمص وحماه وكفرطاب وقنسارين وحلب والخامسة أنطاكيا والعواصم والمصيصة وترسوس وذكر غزة الجغرافي والرحالة ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار قال وقطعة كبيرة من الشام ممتدة على ساحل البحر الشامي وما والاه آخذا في الجنوب وأوله في مغاربه من المدن غزه ثم عسقلان وهي الان خراب سوى مشهد الحسين عليه السلام بناه امير الجيوش المستنصري ثم عكا الواقعه الان وقبالتها صفد هي عوضها لخراب عكا في وقتنا وصور وصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس وقال ابن تميم المقدسي في كتابه مثير الغرام الى زيارة القدس والشام. عن مصعب بن ثابت عن ابن الزبير يرفعه طوبى لمن اسكن احدى العروستين عسقلان وغزه. وقال الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الاقطار غزه موضع من مشارف الشام على ساحل البحر وبها قبر هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر يرثيه ميت بردمان وميت بسلمان وميت عند غزاتي وذكرها القلقشندي في صبح الاعشى كإحدى اعمال دمشق الاربعه فقال الصفقه الاولى الساحليه والجبليه وهي الصفقه الغربيه عن دمشق قال في مسالك الابصار وهي عباره عن بلاد غزه وما جاورها سهلا ووعرا. وجاء في التعريف وهذه الصفقة هي الشام الاعلى ينتقص منه ما هو من نهر الاردن الى حد قاقون ثم هذه الصفقة لها جهتان، الجهة الاولى الساحلية وهي التي بساحل بحر الروم، وبحر الروم لدى الجغرافيين العرب والمسلمين هو البحر المتوسط وتشتمل على اربعة اعمال، الاولى عمل غزه بفتح الغين وتشديد الزاي وهي مدينه من جند فلسطين في الاقليم الثالث من الاقاليم السبعه قال في الاطوال طولها 56 درجه وعشر دقائق وعرضها 32 درجه اما الجغرافي والرحاله الغرناطي ابن سعيد المغربي من القرن الثالث عشر فيقول: طولها 57 درجة وعرضها 32 درجة وهي على طرف الرمل بين مصر والشام آخذة بين البر والبحر بجانبيها مبنية على نشز عال على نحو ميل من البحر الرومي ويصفها المغربي بأنها متوسطة في العظم ذات جوامع ومدارس وزوايا وبمارستان وأسواق صحيحة الهواء وشرب اهلها من الابار ويضيف وبها امكنه يجتمع بها المطر الا انه يستثقل في الشرب فيعدل منه الى الابار لخفه مائها وبساحلها البساتين الكثيره واجل فاكهتها العنب والتين وبها بعض النخيل وبرها ممتد وهو موضع زرع وماشيه ويقول ابن شداد والحال فيها مختلف فاكثر الاحيان هي تقدمه عسكر مضافه الى دمشق ياتمر مقدم العسكر فيها بامر نائب السلطنه القائم بدمشق ولا يمضي امرا دون مراجعته وان كانت ولايته من الابواب السلطانيه وتاره تكون نيابه مستقله وتضاف اليها الصفقه الساحليه بكاملها فيكون لها حكم النيابات اما نيابه غزه ووظائفها في القرن الثاني عشر الميلادي فيورد ابن شداد معلومات تفصيليه مهمه ومثيره عنها، يقول: نيابه غزه او تقدمه العسكر بها على ما ياتي بيانه معاملاتها بالدنانير وبالدراهم النقره وصنجتها من الذهب والفضه كصنجه الديار المصريه وكان بها فلوس كل ثمانين منها بدرهم ويعبر عن كل أربعة منها بحبة ثم راجت بها الفلوس الجدد في أوائل الدولة الناصرية فرج بن برقوق لكن كل ستة وثلاثين فلسا منها بدرهم ورطلها بسبعمائة وعشرون درهما بالدرهم المصري وأواقيه اثنتا عشرة أوقية كل أوقية ستون درهما ومكيلاتها معتبرة بالغرارة وكل غرارة من غرائرها ثلاثه ارادب بالمصري وقياس قماشها بالذراع المصري وارضها معتبره بالفدان الاسلامي والفدان الرومي وجيوشها مجتمعه من الترك ومن في معناهم ومن العرب والتركمان وبها من الوظائف النيابه ثم تاره يصرح لنائبها بنيابه السلطنه وبكل حال فنائبها او مقدم العسكر بها لا يكون الا مقدم الف وبها امراء الطبلخانه والعشرات والخمسات ومن في معناهم وفيها من الوظائف ارباب السيوف الحجوبيه وحاجبها امير طبلخانه وولايه المدينه وولايه البر وشد الدواوين والمهمنداريه ونقابه النقباء وغير ذلك. وبها من الوظائف الديوانيه كاتب درج وناظر جيش وناظر مال وولايتهم من الابواب السلطانيه ومن الوظائف الدينيه قاض شافعي وولايته من قبل قاضي دمشق اذا كانت غزه تقدمت عسكر والا فهي من الابواب السلطانيه وقاضي حنفي قد استحدث وولايته من الابواب السلطانيه وبها المحتسب ووكيل بيت المال ومن في معناهم وكلهم نواب لارباب هذه الوظائف بدمشق كما في القاضي الشافعي وليس بها قضاء عسكر ولا افتاء دار عدل. اما الرحاله خليل بن شاهين الظاهري غرس الدين المولود 1410 والمتوفي سنه 1467 وهو مؤرخ من المماليك ولد في القدس وتوفي في طرابلس وتولى الوزارة في مصر كما تولى الكرك وصفد ومالطية وحلب وإمرة الحج فإنه بعد ثلاثة قرون من عصر ابن شداد يقول في كتابه زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك أما المملكة الغزاوية بها مدينة غزة وهي مدينة حسنة بأرض مستوية وهي كثيرة الفواكه وفيها من الجوامع والمدارس والعمارات الحسنه ما يورث العجب وتسمى دهليز الملك او الملك ولها معاملات وقرى وهي مملكه متسعه. الى حلقه اخرى مقبله عن غزه المدينه الفلسطينيه العربيه المسلمه المقاومه عبر العصور كل انواع الغزاه وجسر الحضاره بين مصر والشام